7 صباحا بتوقيت الجزائر. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بداية، ترأس أمس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا خاصا لمجلس الوزراء، تناول بالدراسة والمناقشة مشروع القانون الجديد للاستثمار الذي تضمن جملة من التدابير الرامية إلى تجسيد التزامات السيد الرئيس والمتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار ضمن رؤية شاملة ومستقرة تراعي ما يلي: تكريس مبادئ حرية الاستثمار والشفافية والمساواة تماشيا مع أحكام دستور 2020، إعادة تنظيم الإطار المؤسساتي المتعلق بالاستثمار من خلال تركيز مهام المجلس الوطني للاستثمار على اقتراح السياسة الوطنية في مجال الاستثمار وتنسيقها وتقييم تنفيذها، تحويل الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بمنحها دور المروج والمرافق للاستثمارات، عبر استحداث شباك وحيد باختصاص وطني للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، استحداث شبابيك وحيدة غير ممركزة للاستثمار المحلي وتعزيز صلاحياتها بتأهيل ممثلي الهيئات والإدارات العمومية لديها، محاربة البيروقراطية عبر رقمنة الإجراءات واستحداث المنصة الرقمية للمستثمر، التسليم الفوري لشهادة تسجيل المشروع الاستثماري، توسيع نطاق ضمان تحويل المبالغ المستثمرة وعائداتها للمستثمرين غير المقيمين، استحداث أنظمة تحفيزية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والمناطق التي توليها الدولة اهتماما خاصا من أجل ضمان توجيه أفضل للمزايا الممنوحة للاستثمار. وقد أبدى السيد رئيس الجمهورية ارتياحه للصيغة الجديدة التي صادق عليها مجلس الوزراء بعد إدراج الملاحظات والمقترحات المثارة والمتمثلة في تعزيز النظام القانوني لحماية المستثمرين من التعسفات البيروقراطية عبر استحداث آلية مستقلة رفيعة المستوى تضم قضاة وخبراء اقتصاديين وماليين توضع لدى رئاسة الجمهورية وتتولى الفصل في الشكاوى والطعون المقدمة، وضع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تحت سلطة السيد الوزير الأول، إلحاق ممثلي مختلف القطاعات المعينين لدى الشبابيك الوحيدة بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مع منحهم صلاحية اتخاذ القرارات، التخلي عن مظاهر التسلط في معالجة الملفات وتقليص أجال دراستها إلى أقل من شهر مع اعتماد المعايير الدولية في استقطاب الاستثمارات وإيلاء الدعم للاستثمارات التي تساهم في تقليص فاتورة الاستيراد وتعتمد على المواد الأولية المحلية، تسليط أقصى العقوبات على كل من يعرقل بشكل أو بآخر عمليات الاستثمار مهما كان مركزه وطبيعة مسؤوليته، كما كلف السيد رئيس الجمهورية الحكومة باستكمال النصوص المتعلقة بمختلف الوكالات المكلفة بالعقار مع إنهاء عملية حصر الأوعية العقارية المتاحة أو غير المستغلة لضمان وضعها تحت تصرف المستثمرين بشكل شفاف وعقلاني. وقبل اختتام الجلسة، وجه السيد رئيس الجمهورية الحكومة بالإطلاق الفعلي لتجسيد مختلف المشاريع المسجلة ضمن البرنامج التكميلي للتنمية لولاية خنشلة والإسراع في تنفيذ مشروع السكة الحديدية في أقرب الأجال، الشروع الفوري في البرنامج المقترح لدعم برنامج الرحلات الدولية الجوية والبحرية تحسبا لموسم الاصطياف. تعلن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وبأمر من السيد رئيس الجمهورية بأنه تم أمس إنهاء مهام والي ولاية خنشلة السيد بوزيدي علي. وبخصوص مشروع القانون الجديد للاستثمار، أبدى المتعاملون الاقتصاديون ارتياحهم لتدابير المرافقة والتي من شأنها تشجيع مناخ الاستثمار والأعمال وتطوير الاقتصاد الوطني. نثمن مشروع قانون استثمار جديد حتكون بادرة
جيدة للمستثمرين وخاصة الصناعيين الجزائريين، ومنه ربما تكون انطلاقة كبيرة جدا. كسر كل العراقيل وأمر بتكسير كل العراقيل، يعني خاصة فيما تعلق بشهادة والله برخص الاستغلال. احنا كان عندنا تسهيلات يعني خيالية خاصة في هذه الآونة الأخيرة. هو قرار على كل حال صائب 100%. دولة كما احنا كما الألجيرية عندنا مؤهلات، عندنا خصائص اجتماعية، خصائص جغرافية، عندنا خصائص نقدروا نقلعوا نكون دولة رائدة في الإنتاج المحلي. هي أولا تخدم الاقتصاد الوطني، هذه أول حاجة، وتخلينا نقدروا ننافس المنتجات، يعني كما نقولوا نقدروا نخرجوا للسوق العالمية بدعم من عند الدولة. داروا تسهيلات كبيرة في الميدان خاصة في المواد الأولية. نروحوا الإدارة بأريحية، نتعاملوا معهم مم في الإدارة، نلقاو تسهيلات من قبلهم وتوجيهات أيضا. في التعاون استقبل أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وزير خارجية المملكة العربية السعودية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود. الاستقبال الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية حضره وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلاف، وسفير الجزائر بالرياض محمد علي بوغازي. وعقب اللقاء أدلى وزير خارجية المملكة العربية السعودية بالتصريح التالي: السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. تشرفت اليوم بلقاء فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، وكان لي شرف نقل تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهد الأمين الأمير محمد بن عبد العزيز ولي العهد وزير الدفاع، ولفخامته بالغ التقدير من قيادة المملكة العربية السعودية وكذلك الشعب الجزائري الشقيق. كما كانت فرصة بأن نلتقي اليوم بأخي معالي وزير الخارجية، وقد تم مناقشة كافة النقاط الهامة بين البلدين سواء في الجانب الثنائي، واستمعت بطبيعة الحال إلى توجيهات فخامة الرئيس فيما يتعلق بتعزيز التنسيق بين بلدينا الشقيقين والتعاون في كافة المجالات سواء كانت السياسية أو الاقتصادية وغيرها، وهذا يتطابق مع توجيهات قيادة المملكة العربية السعودية التي ترى العلاقة الثنائية بين بلدينا الشقيقين أحد اللبنات الأساسية في العمل العربي المشترك. وكان واضح جدا التوافق في الملفات الهامة التي تهم بلدينا وتهم أمن المنطقة والعالم، وتباحثنا أيضا في التطورات الهامة في الساحة الدولية، ووجدنا كذلك فيها توافق كبير بين بلدينا الشقيقين. تحدثنا أيضا عن الدعم المتبادل فيما يتعلق ب العمل الدول المشترك، وفي هذا الإطار قدمت شكر وتقدير المملكة العربية السعودية للجزائر لدعم استضافتنا لمعرض إكسبو 2030، وأكدت دعم المملكة العربية السعودية لتطلع الجزائر استلام مقعد في مجلس الأمن الدولي، ونثق أن الجزائر ستكون لاعبا أساسيا في دعم واستقرار وأمن الإقليمي والدولي في هذا المكان. شكرا. هذا وشكلت العلاقات الثنائية بين البلدين محور أشغال اجتماع الدورة الثالثة للجنة المشاورات السياسية بين البلدين الشقيقين برئاسة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة ونظيره السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود. تطبيقا لقرار السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتضمن تعزيز النقل الجوي والبحري للمسافرين خلال موسم الاصطياف 2022، أعلنت وزارة النقل في بيان لها أمس عن برنامج تكميلي لتعزيز النقل الجوي والبحري للمسافرين خلال موسم الاصطياف 2022 نحو مختلف الوجهات الدولية. ويتوسع برنامج تعزيز الرحلات الجديد للنقل الجوي على كل الشبكات الأوروبية ومنطقة المغرب العربي والشرق الأوسط، إضافة إلى الرحلات على مستوى الشبكة الإفريقية. أما فيما يخص الخطوط الطويلة فقد تمت إضافة 10 رحلات في الأسبوع، وعن النقل البحري تمت إضافة 5 رحلات أسبوعيا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7 رحلات.
دوليا نددت اللجنة الصحراوية للموظفين والعمال المطرودين بشكل تعسفي من طرف الدولة المغربية بتواصل الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي يمارسها الاحتلال المغربي ضد الصحراويين في المناطق المحتلة، لا سيما ما تتعرض له سلطان خيا والمتضامنين معها، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لوقف الانتهاكات ضد المدنيين العزل. في الشأن الفلسطيني، أصيب عشرات الطلبة الفلسطينيين بالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها حرم الجامعة بمدينة طول كرم. هذا وأدنت الخارجية الفلسطينية قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي القاضي بعدم التحقيق في قضية اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بجنين بالضفة الغربية الأسبوع الفارط، معتبرة القرار بالغير المستغرب على المحتل الغاشم. في تطورات العملية الدفاعية الروسية بأوكرانيا، تواصل استسلام الجنود الأوكرانيين من داخل مجمع أزوفستال بمدينة ماريوبول، حيث قدر الجيش الروسي أعدادهم لنهار أمس فقط بأزيد من 700 جندي ليصل إجمالي الجنود الذين استسلموا من داخل هذا الموقع إلى 1700. على صعيد آخر، صادق الكونغرس الأمريكي على قانون يسمح بمساعدات متنوعة لكييف قدرها 40 مليار دولار. في هذا الوقت قررت مجموعة دول السبعة تقديم تحويلات وقروض أخرى لأوكرانيا. من جهة أخرى، تبادلت واشنطن وموسكو مسؤولية الوقوف وراء تفاقم أزمة الغذاء العالمية بسبب شلل الموانئ الأوكرانية وتوقفها عن ضخ شحنات القمح الموجهة للخارج، وهذا بموازاة دعوة روسيا لكييف بالعودة إلى طاولة المفاوضات التي قيدتها الأخيرة بسحب كامل القوات الروسية من أوكرانيا. رياضة الآن، وتحضيرا لألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران، أبرمت محافظة التظاهرة اتفاقية مع متعامل الهاتف المحمول موبيليس من أجل تقديم خدماتها التكنولوجية وضمان نجاح الدورة تنظيما وترويجا. كرويا، تلعب ابتداء من اليوم على مدار 3 أيام مباريات الجولة 31 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى. وفي برنامج هذه الجولة لهذا الجمعة، اتحاد بسكرة يستقبل نادي بارادو، في حين اتحاد الجزائر يستضيف شباب قسنطينة، فيما تجري باقي المقابلات غدا السبت وبعد غد الأحد. انطلقت سهرة أمس فعاليات أندلسيات الجزائر وليالي الأنس التي أحياها جوق زرنة ليالي العاصمة وسط حضور كبير لعشاق الفن الأندلسي، والموعد يتجدد سهرة اليوم الجمعة لمحبي هذا النوع من الطرب الأصيل. يقول يوسف طفر: بإيقاعات جوق زرنة ليالي العاصمة وجوق الموسيقى الأندلسية فنون وثقافة، انطلقت أندلسيات الجزائر في ليالي الأنس العاصمية. جدرنا مجهود إيفاغ، ونستكتر بخير الأستاذ بالخوجة كمال، ونتفكروا اليامات تاع زمان كي كنا صغار، كنا في كونسيرفاتوار ورانا اون بيرسيفير توجور، رانا إن شاء الله pour préserver le patrimoine. تاع الجزائر داروا 60 واحد في الاوركاست وعمرها ما صرات. كيكون هكذا حفلات وكذايا تحس بلي كاين خدمه، الوغ كل يوم تقعد تخدم. وهذه الزرنه اللي كنت نسمعها من الصور، هذه هي التراث تاعنا اللي لازم نحافظوا عليه. والحمد لله راني عندي فرق، ماشي غير فرقه واحده، نقولوا نعلموهم ما عندناش في دراسه، ولكن يجيو يخدموا معنا، راهم تعلموا، راهم فرق بزاف في الحراش، في حي الجبل، في حسين داي، في بالرقي، راهم تعلموا بزاف والحمد لله. هو الفن الأصيل، والموعد يتجدد سهرتي الجمعة والسبت مع نسيم الصباح من شرشال والفنانة جايل يوسف رميسة وجمعية مزغنة من العاصمة والفنان كريم سمار. بهذه الأجواء الراقية والممتعة التي يصنعها الفن الأصيل، نختم هذا الموعد الإخباري. إلى اللقاء.